السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة ديال اليوم. هذه الحلقة سوف أشارك معكم وصفة أو مشروب يزيد من هرمون الأنوثة ويزيد أيضا في حجم الصدر والأرداف والمؤخرة، وأيضا لديه عدة فوائد بالنسبة للمرأة اللي كتعاني من مشاكل في الدورة الشهرية، مشاكل الألم أو مشاكل تأخر الدورة الشهرية، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من توتر وقلة النوم يمكن لهم استعمال هذا المشروب بشكل يومي، وسوف يلاحظون بعد استعمال هذا المشروب لمدة قصيرة سوف يلاحظون تحسن كبير في الحالة الصحية. هذا المشروب اللي غادي نشارك معكم اليوم مشروب جميل جدا وعطى نتائج جميلة بزاف. هذا المشروب عندنا فيه مكون واحد، مكون لديه عدة فوائد. هذا المكون هذا وهو مكون النافع، حبوب النافع، هذا هو الشكل ديالو. هناك اختلاف كثير في الأسماء بالنسبة لعدة دول، مطروحة عدة أسماء. هنا بالمغرب نسميه حبوب النافع، وفي بعض الدول يسمونه الشمر أو اليانسون. المهم هذه هي الحبوب التي أقصد، وهو حبوب النافع، حبوب كبيرة. أما بالنسبة للأسماء كيف ما أذكرت لكم هي أسماء متعددة، لأنني طرحت عدة فيديوهات بهذه الحبوب ووجدت أن عدة دول تختلف في التسمية. المهم أنني أقصد هذه الحبوب الكبيرة المسمات عندنا بالمغرب بالنافع، والمسمات في بعض الدول بالشمر. طريقة استعمال هذا المشروب طريقة بسيطة جدا. نأخذ ملعقة قبل بداية في طريقة الاستعمال، أتمنى أخذ كمية من هذه الحبوب والقيام بتنظيفها من الشوائب، ثم نقوم بطحنها جيدا للحصول على البودرة لكي يسهل علينا استعمالها بشكل يومي ولنستفيد منها كثيرا. طريقة الاستعمال ديالها طريقة بسيطة كما تشاهدون، لقد حضرتها في كأس من الماء غليان، فأخذت كأس من الماء غليان ووضعت ملعقة كبيرة من هذه الحبوب في هذا الكأس. كما قلت لكم أحبائي الأعزاء، يمكن لكم الاستفادة من هذه الحبوب بطحنها جيدا والحصول على البودرة لكي لا نستغني عن أي شيء منها. أما إذا استعملتموها على شكل حبوب، لازم عندما يصبح هذا الكأس دافئ نقوم بتصفية المشروب من هذه الحبوب، ثم نقوم بإضافة عسل النحل إذا كان متوفر لتحلية المشروب، وإذا لم يكن متوفر عسل النحل يمكن لكم تضيف القليل من السكر لتحلية المشروب. هذا المشروب نأخذه بشكل يومي قبل النوم مباشرة يوميا، وبعد مرور أسبوع الأول ستلاحظين سيدتي أن هذا المشروب يعطي نتائج جد جد مبهرة في إظهار الأماكن المعينة. مثلا يزيد حجم الصدر بشكل طبيعي وتدريجي، وأيضا حجم الأرداف والمؤخرة. هذا المشروب لقي نجاح كبير وهو غني على التعريف، ولديه كما ذكرت عدة منافع بالنسبة للجسم ديالنا. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم تجربوا هذا المشروب لزيادة هرمون الأنوثة وزيادة حجم أماكن معينة في الجسم، مثلا الصدر والأرداف والمؤخرة، وتنظيم أيضا الدورة الشهرية وتخفيف الألم ديالها. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.